شكرا. بي عندي سؤال. توا تظاهر هذه محلاها برسمي ريما، انا شخصيا تعطيني برشا امل وقت نشوف الشباب معناها بالالتزام هذايا، الالتزام مش سياسي راهو التزام تجاه بلادنا تونس. تظاهره تونسيه عاملينها توانسه تصير في تونس موجهه لتوانسه، اما هي بالسوري بالفرنساوي ما عنديش حتى مشكله راهو مع اللغه الفرنساويه، ما عنديش مشكله مع الكتابه ولا اللاتينيه ولا الحروف، اما راهو عندنا خط عربي مزيان برشا، عندنا اكثر من 200 نوع خط عربي. اللغه العربيه فيها 14 مليون كلمه فقط، المقارنه الانجليزيه فيها 600 الف كهو. دونك هذا السؤال باش تجاوبوني عليه بعد الاغنيه هذه. شو يقول الشاعر مختار اللغماني وشاعر جميل من جنوب؟ يقول حدثني قفارة ذات مساء، كن عربيا فيما تشعر، كن عربيا فيما تكتب، ولكن لا تنسى بأن العالم أرحب. Aprendemos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara
شوية شوية. لا جاوبتوني ما مازلتونيش على السؤال. باهي. معناها حبيت أنا بدي المداخلة الموسيقية هذه تكون زادة كيما سبيتش كيما جماعة تكلموا قبل. كيما سي فاروق اللي عجبني برشا التدخل تاعو. لكن فيه مشكلة. يعني مشكلة منهجية. لما يجي يقول لكم أنتم راكم دي سوبر هيرو كيفاش ينجم يقول لكم اللي انتم سوبر هيرو وتحسوها وقت اللي ما يقولها لكمش بلغتكم وراني نعاود ما عنديش مشكله مع اللغه الفرنساويه علاش على خاطر حاجه مهمه برشا اللي ما يعرفش روحه منين جاي ما يعرفش روحه مش يمشي المده هذه مؤخرا وقع اكتشاف مدينه في تطاوين عمرها 8000 سنة رانا حضارة كبيرة راهي تونس محلاها راهي لهجتنا محلاها اش خاصها يعني دونك احنا يزلنا نمنوا بها اكثر مع انا قد ما مشيت لفرنسا مشيت لامريكا مشيت لكوريا عمري ولا شفت ايفينمون في امريكا مكتوب بالعربي ولا بالشنوة ولا دونك جوست احنا نمنوا برواحنا وهكاكا كان تحبوا توليوا سوبر هيرو كيما هو قال اللي هذه البيدة عندي فيها ما نقول بعد دونك لازمنا نحسوا منين جايين دونك هذه ناكد عليها راني مانيش رانيك في عمركم بنفس الشيء راه كنت ضايع شويه هكا شويه فرنسي شويه انجليزي شويه وحتى في قرايتي كي كمان انا قريت بوزار كي تخرجت كنت نحب برشا الفن الغربي يعني حاجات اللي في فرنسا وفي امريكا وكل لكن انا تخرجت باش نعمل فن للعباد هذوما التوانسه خاطر نحبهم لقيت الفن اللي باش نعملو ما يحسوش لهم دونك هذاك علاش رجعت توا نخدم عندي 12 عام نخدم على الخط العربي وباش نبين لكم اللي انا ما عنديش مشكله مع الفرنساويه باش نغني اغنيه فرنساويه من صديقي فاروق جورج براسانس جورج براسانس في فرنسا هو تقريبا كيما السيد درويش ولا كيما رحابنا قمة من القمم Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui s'en façonne, Madone les quatre bouts de bois, quand dans ma vie faisait froid, toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien بون الاغنيه هذه اللي سيباتيرك اهو
خاطر مساكن سليباتير ما نعملوش هنايا دوكا. الأغنية هذه هي آخر أغنية كتبتها تو. الناس بديتو في 2008 بعد قصة حب ونهاية قصة حب كما تعرفوا كما الناس كل فما هاك النزول وهاك الجو هذاك الديبريسيون وكل. كتبت تكست اسمه ما عادش نحسن. بعد وقت اللي عودت وقت وقمت وكملت وفهمت اللي الحياة كلها راهو نطيح ونقوم ونطيح ومازالت ما فاتش خاطر وقت نطيح تقول سي هذه النهاية ما عادش مازلنا نعيش. دونك طيشت من بعد ما جبنيش خاطر دراما برشا فيها. لقيته في 2014 بعد 6 سنين خذيته وعاود كملت فيه الكوبلي الاخراني ولحنته باش يخرج الاغنيه ان شاء الله في الالبوم اللي باش يخرج قريبا. الاغنيه اسمها ما عادش نحصل. اللي عندك خاطرك بالرسمي انسان مبدع متكامل وعندك ثقافه فنان ما يش عند برشا عباد كيماك ونحب نعمل معك سيلفي. واحنا يوسف احمد دورنا كيفاش؟
اما جست خاطر الضوء من ما تبانوش معناها اما نكلموا فوالا جناب مسكين يعطيكم الصحة يا جماعة.